وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، الذي يدفع العمل الإنساني والاجتماعي ورجالاته للأمام بمتابعة سعادة المستشار أحمد الحمدان. كل ذلك دفعه للعمل في مملكة الإنسانية على تجنيد نفسه للخدمات الاجتماعية والإنسانية في حياة الإنسان، كما جند خلال المؤتمرات العربية والعالمية. كذلك فإن سعادة السفير فهد هو أحد مؤسسي الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، وأحد مؤسسي جمعية الإحسان لمساعدة الإنسان، كما يسعى إلى التعامل مع الحالة الإنسانية قبل الجنسية، والآن يبحر في الخدمة المجتمعية والإنسانية من خلال مسؤوليته عن الخدمات الاجتماعية بالجامعة الدولية والعلوم الإنسانية. وحصل على لقب سفير دولي وشهادة دكتوراه فخرية، وكلف برئاسة المفوضية الدولية للسلم بالمملكة العربية السعودية، ونوبل للسلام من الملك كوتاي رمز السلام والعديد من الأوسمة. وحصل أثناء عمله بالقطاع الطبي العسكري على ميدالية تحرير الكويت ونوط المعركة من الأمير سلطان بن العزيز وزير الدفاع، سلمها له نيابة عنه اللواء عبد الرحمن الملكي قائد المنطقة الشمالية ورئيس الخدمات الاجتماعية والإنسانية باتحاد الإعلاميين العرب. أما أولاده فهم يعملون في مجال الطيران والعمل الإنساني أيضا، وبناته يعملن في مجال الطب والإدارة والتكنولوجيا. من زوجة صالحة شاركته هذه النجاحات، كذلك أهله وإخوانه وأخواته كانوا من الداعمين له، مما أعطاه الدفع الكبير لمزيد من التقدم والنجاح بعد هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات والنجاحات البارزة.